إذا عالم الطفولة هو بما نغذيه، فإذا غذيته برسوم متحركة، إذا غذيته بطبيعة، إذا غذيته يعني ما تخرجه يلعب يشوف طبيعة، يشوف أمور فيها انعكاس إيجابي على نفسيته، لمة عائلة يلقى فيها سعادة، فتلقاه دائما يعاود يرسم هذيك الأمور، ولا حتى مرات يرسم المخاوف والصدمات اللي عاشها، فتلقاه مثلا يعبر عن مشكل في العائلة بين الأب والأم أنه يرسم الأم في جهة والأب في جهة، ممكن يعبر عن مخاوف يرسم ألوان قاتمة، ممكن يعبر عن العنف اللي راهو يتلقاه بالضغط على القلم، فكل هذا الشيء نستقيوه من رسومات الاطفال ونقدروا نفسروا به المحتوى الداخلي للطفل. بينما الراشد لكن في التصرفات، وشنو هي التصرفات اللي تثير انتباه الاولياء؟ تعرف بان الطفل عنده مشكل. التصرفات هي دائما احنا نسموه يسرانوكوس، بمعنى انه الطفل يتراجع الى سلوكات سابقه طفوليه اكثر من المرحله اللي راهو فيها، مثلا اذا كان توقف عن التبول راح يرجع للتبول، اذا كاين حالات شديده انه يرجع للتبرز اللا ارادي في على ذاته، كاين اضطرابات النوم، اضطرابات الاكل، نلاحظوا ايضا انخفاض الحيويه لدى الطفل، نلاحظوا ايضا العدائيه، العنف، الطفل ممكن يخرج هذاك التوتر يولي يقضم اظافره، يولي كاين اطفال للاسف اللي ينتفوا شعر تاعهم، ينتفوا ممكن شفر الحاجب، فكل هذه التصرفات هي تعبر عن صراع نفسي داخلي يظهر بامر يعني في الطفل في ذاته ما يعبرش عليه، او يعبر عليه بحركه بسلوك عدائي عنفي سواء تجاه الذات او تجاه الاخرين.